من منتخبنا الاول بقى نروح للمنتخب الاولمبي اللي انتظم في المعسكر المغلق باحد الفنادق في القاهره استعدادا للقاء الاردن يوم الخميس المقبل باستاد المقاولين العرب، وده هيكون قبل السفر للقاء اوزباكستان في المباراه الوديه الثانيه والمقرر ليها يوم الاثنين المقبل، والمباراه دي ضمن برنامج اعداد المنتخب للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. حرص محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معاهم قبل انطلاق التدريب، وشدد كابتن بركات في حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدا في تحديد هوية وأسماء المرشحين لتمثيل مصر في الأولمبياد، وده أكيد حلم لأي لاعب. كمان كابتن بركات على ضرورة استثمار الفرص وكمان بذل جهود مكثفة من الجميع لنيل الثقة البرازيلي، طبعا ثقة البرازيلي ميكالي اللي بيقف على مسافة واحدة من الجميع.